متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا معنا في هذا البث المباشر من جماعة من ليلة إقليم بن سليمان. متابعينا الكرام، في هذا البث المباشر معنا صاحب محل لبيع أتات الزواج أو العرسان كما نقولوا، كذلك ممول للحفلات في نفس الوقت، فهو مضر بزاف، عنده ورقات، عنده ضماشي، عنده كل شيء، ضروا جائحة كورونا وبغاو شي مساعدة. قوم على متابعينا الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم مبروك مصطفى، جماعة من ليلة إقليم بن سليمان. أنا كنخدم في هذا الميدان لمدة واحد 7 سنوات. الحمد لله عندي دابا ورقات دولية، عندي لاسينيس دالي، درت سجل تجاري لهذا المحل. رغم ذلك في هاد كورونا مع هاد الخدمة ما كيناش، وكنطلبوا من الدولة والحكومة ديرنا شي حل باش تلقينا هاد الخدمة هادي. عندي رب أسرة، عندي جوج وليدات، ومعايا تقريبا واحد 3 خدامة مديكلارون في معايا في لاسينيساس. وكنطلب من رئاسة الحكومة باش يطلق لينا هاد الخدمة هادي، حيت ضررنا كتير وما لقيناش باش نخلصوا الكرا، ما لقيناش باش نخلصوا الضوء، ما لقيناش باش نخلصوا الماء. عندنا مصاريف، يعني عندكم مشاكل، عندنا مشاكل كثيره في هذا القطاع هذا. شحال دابا انتم جالسين؟ تقريبا جي العام، دابا تقريبا طي العام ما خلص سنس حبسات لك وجي حبس. كاين واحد يعني ما كان يعني كنخلص دابا لاسينيسيس، غادي الامور مزيانه، ولكن العائق اللي لقيت هو مشكل هو الكرة، الماء، الضوء، الضرائب. يعني كل عام خاصك ديكلاري بالضرائب، حسنا انا عندي سجل تجاري وهذاك الشيء، وعندي الكريدي على الماتريال اللي خديت دابا حاليا، وزيد المرابحه من العام العام، وزيد المصاريف والماء. وهاد المنطقه عندنا حنا مهمشه، يعني منطقة قروية، تا السلطات هنا ما كيساعدوناش بزاف. ما بالنسبة للإقبال، ما بقاش إقبال كتير، حلاش الناس ديال الأعراس راك عارفين، الدولة والحكومة حابسة هاد الدومين هذا على أساس كيجي عندك شي واحد كيعطيك العربون كيبغي تمشي تخدم ليه، في الآخر لحظة كيعيطوا لك يقولوا لي راه شي راه ممنوع. درنا رسائل، درنا شي الحوايج. صاحب صالون النسائي؟ انا هو مول المحل صالون النساء، يعني كنديروا تنقافت، كنديروا اوركسترا، كنديروا دي جي، كنديروا هادشي ديال كيرات كاشات، كنديروا هادشي ديال مول الحفلات، وزيد وزيد. يعني احنا رسالتنا لرئيس الحكومه باش يشوف لنا حل من حالنا. احنا ضررنا الحمد لله، راه لا سينيسيس الدوله عطاتنا واحد ديك 2000 درهم في كوفيد، شويه بعدا راه بقينا باش نخلصوا شويه الكرا. مول المحل ما كيرحمكش اول حاجه والو، ما تصور درهم ما يخليهاش ليك كل عام، كل شهر عفوا، كل شهر كيجي كيقول لك اعطيني رزقي، ماشي شغلي. الماء كذلك، الضو كذلك، الضرائب كتحسب عليك، الكريدي اللي كيتسالك، موالين الشيكات، البنكة كتعيط ليك، يعني كاينه مشاكل كثيره. وانا اول واحد في جماعه من ليلة هو اللي عنده سجل تجاري، يعني بغينا نطور الامور، بغينا نمشيو داك الشيء قانونيا. كنلقاو مشاكل، اول حاجه مشكل كنلقاو من بعد مثلا كتوجه لعماله بن سليمان او رئيس دائره كتقول لي باش تمشي رخصه التنقل، كيبقى تلقى معاه عراقيل، معاها ما كيبغيش يعطيها لك، يقول لك انت مجال ديالك محدود. جاو عندنا صحاب الرخصه قالوا لك دير رخصه، درنا الرخصه، جبنا رخصه من الجماعه تيعطوها لينا، درنا الباطون دانا، المسائل دانا. ولكن المشكل الوحيد هما ناس بن سليمان، كنمشيو رئيس دائره ما كيبغيش يسيني لك اي حاجه، ما كيبغي يعقر معاك، يقول لك انت عندك الاكتيفيتي واقف، ما يمكنش نعطيك انا التنقل، كتمشي تجيب كازا، تجيب برودوي ديالك الحلاقه، او تجيب ماتيريال باش تبيع، او تجيب كاش باش تبيع. يعني ما كيبغيش، هذا هو المشكل الوحيد. وكنطلبوا الحكومه باش تخفض علينا الضرائب هذا العام هذا، باش حيت مازال هذه عام ما خدمنا ما والو، والكريدي اللي كيتسالنا. وكنطلبوا السلطات باش تسهل معنا، وكنطلبوا جلاله الملك، الاخ جلاله الملك الله ينصرو، باش يدير امره ملكي
باش يفتحوا لنا هاد المجال هذا، وحنا عارفين هاد كورونا، وعندنا اجراءات داولنا باش احترازيه باش نخدموا، ويطلقوا لنا غير خمسه طوابل او ثلاثه طوابل، راه ما عندناش مشكل. دابا كتشد الخدمه تخلص بها الكره، تخلص بها الكره، وتخلص بها شويه لاسين اس اس، وتخلص شويه الضرائب، وتخلص الخدامه اللي كيتسالوا. خدامك مش خدامك واحد نتايا تقريبا معايا شي اربعه حاليا دابا اللي معايا في لاسين اس اس كنخلص عليهم راك عارف. ولكن من بدينا كنطوروا، يلاه بديت كنطور الامور، وبديت كيخدم معايا مثلا بالسبت والحد 20 واحد 30 واحد بين سربايا هزه نقافات نقاشه اوركسترا دي جي زيد وزيد، وبدينا كنطوروا الامور غدا لاحسن. سجى هاد الكورونا وقفت لنا العمل ديالنا، ودابا تا الدعم يلاه فيه 2000 درهم، يلاه 2000 درهم الشهر، شنو غدير لك 2000 درهم؟ 2000 درهم للشهر ما تخلص لك حتى شي حاجه. يعني كنطلب الحكومه باش تعطينا دعم مالي باش نخدموا، كتوجه البنكه ما كيديروا معك والو. علاش؟ حيت المنطقه قرويه، كتمشي لبن سليمان كتقول لهم انا عندي سجل تجاري، عندي مقاوله صغيره ديالي، باغي انتاجك، كيقول لك من ليله ما فيهاش هاد الشيء هذا، او هذا هو السؤال كيقول لك، يعني كيقول لك من ليله ما وصلش هاد النهايه، حيت منطقه قرويه وكاينه مشاكل كثيره في هاد البلاد هذه، وكنتمنى من الله غير يرفع لنا هاد الوباء. اعطينا كلمه اخيره. كلمه اخيره هو كنطلب اخص جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، الله يخليه لينا، راه هو راعي البلاد، هو اللي كنعيطوا ليه، هو اللي نوصلوا ليه رسالتنا باش يشوف لنا حل مع الحكومة، باش دير لنا حل باش نخدموا على الأقل، نخلصوا شوية الكرا ونخلصوا المصاري اللي كتسالنا. دابا هاد السجل التجاري تقريبا كتسال واحد 30 مليون، هادي 30 مليون اللي غادي نجيبها، راه عندي طريطه ديال الطوموبيل، عندي المصاريف ديال الكرا، عندي الخدامه، عندي لاسين اس اس، يعني ما كاين حتى شي حاجه. هادشي اللي كنطلب. اذا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، كما شاهدتم معنا هذا البث المباشر من جماعه ملي لاقلم بسليمان، فكاينه معاناه بزاف الاصحاب بحال هادشي اللي كيدير السيد، عندهم معاناه كثيره المهمين الحفلات بصفه عامه. فمتابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من جماعه ملي لاقلم بن سليمان.